كولكشن أنتي قصة مختلفة عن باقي تصاميمها. هي ساعة تجاوزت فقط أنها تقول الوقت، هي ساعة صممت لصاحبة الأحاسيس اللي تحب الشعر، خصوصا اللي مكتوب على أيدي رموز الشعر مثل نزار قباني. وشفت أن الفنانة شيماء هي الشخص الأمثل لتصميم مثل هاي المنتج معها، لأنها فنانة بحرينية متميزة ومختلفة ببصمتها تخليها الفنانة الأنسب لتصميم مثل هذا المنتج. نجحت النسخة الأولى من ساعة أنتي نجاح باهر، حيث صار عندنا لستة طويلة من البري أوردرز. من أنتي في نسختها الجديدة ألوانها أكثر جرأة وقوة. مثل ما الكولكترز يجمعون قطع فنية ولوحات ومنحوتات عشان يستمتعون بمنظرها، أنا فخور أني أقدم ساعة كقطعة فنية تكون معاك وين ما كنتي.